تاسعا، لدى أحمد 5 كلل، أعطته خديجة 3 كلل أخرى، كم من كلة لدى أحمد في المجموع؟ أرسم الكلل وأحسب. لدى أحمد 5 كلل، أرسم 5 كلل هنا. أعطت خديجة لأحمد 3 كلل، أرسم 3 كلل هنا. 5 كلل، أكتب 5 هنا، 3 كلل هنا، أكتب 3 هنا. 5 زائد 3 تساوي كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 تساوي 8. لدى أحمد كم من كلة؟ لديه 8. 10. أصل كل بطاقتين مجموع أقراصهما هو 9، ثم أكمل كتابة كل عدد في الخانة المناسبة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أصلها بـ2 لتصبح 9، إذن أصل 2 بـ7. هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 أصلها بـ1 لتصبح 9. هنا عندنا 1، 2، 3، 4، 5 أصلها بـ4 لتصبح 9. هنا عندنا 1، 2، 3، 4، 5، 6 أصلها بـ3 لتصبح 9. إذن 9 تساوي 7 زائد 2. إذن أكتب هنا 7 وأكتب هنا 2. تسعة تساوي 8 زائد 1. 8 زائد 1، أكتب 8 هنا و1 هنا. 8 1. 9 تساوي 5 زائد 4، أكتب هنا 5 وهنا 4. 5 4، هنا أكتب 9. 9 تساوي 6 زائد 3، إذن 6 زائد 3، أكتب 6 هنا و3 هنا. 11. أكتب عدد كل مجموعة أشياء وأحيط بخط أصغر عدد في كل مرة. أحسب. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، أكتب 8 هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 9، أكتب 9 هنا. 8 هو العدد الأصغر، أحيط 8. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، أكتب 7 هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، أكتب 6 هنا، أكتب 6 هنا. 6 هو الأصغر، أحيط العدد 6. 1، 2، 3، 4، أكتب 4 هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، أكتب 9 هنا. 4 أصغر من 9، أحيط 4. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، أكتب 7 هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، أكتب 8 هنا. 7 هو الأصغر، أحيط 7.